ما بعد احكام الله على الفحص والله وخلص استحصار. احنا ما عرفش نعرفش حكمه ربنا في هذا التدبير. امين. فربنا يمكن خدهم في الوقت ده لان ربنا ليه تدبير وليه فكره احنا ما نعرفش. تمام. وصلوات صلواتهم تشفع فينا كلنا. امين. هي هنا دي اللي حصل الحضانة. يعني الحضانة وابتدى الحريم من فوق لتحت. دي الحضانة دي من الدور ده بتاع الحضانة والدور حد العلمان ده لسه هنرمم الدور فوق ده بتاع مدارس الأحد والخدمة وبتاع ده اللي اتحرق كله اللي اتحصل فيه الحريق. أنا أستأذنك أجيبه بس من فوق لتحت. لا اتفضل. هنا الحريق اللي حصل في الكنيسة. شفاعة القديسين تكون معانا. هو الدور اللي في الأخراني اتدمر كله. بعد كده نزل لتحت. مكان الكنيسة هو ده؟ كان الكنيسة تحت لسه هتلاقي السقف لسه الخرابيب جديدة فيه. هو شاطبينها يمكن الصور ترجع لنا عم كولوس خليه يبعتهم لعلمانا عشان يسلم فيها. استأذنك كوباية معلش. اتفضل. عشان أعرف أسلك. اتفضل. شفت الكنيسة هنا؟ لسه مشغلين لسه عاملين فوق الهيكل هنا. كنا عاملين القبه بتاعتها كانت بتقول عاملينها جبسون بورد. كنا واخدين السطح حتى تلاقي اللي هي العلاجات بتاعت الجبسون بورد. يعني مكان الكنيسه كان الدور ده؟ ده مكان الكنيسه بتاع الارض بتاع عشان الناس كانت تشرب كان يصلي فيها ابونا. تمام. بقول عليه بره الله لسه المهندس تاني بانت الجيب. السرتفاع فظيع. ده عملناها كلها دهبوها كلها. ما احنا هولناها. طيب هنعملها اللي عامله احنا من عندنا اللي عامله بس